بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت السميع العليم. سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وصل على سيدنا محمد في الآخرين. أما بعد، كنا وقفنا عند مسألة هل يلزم من عموم المشيئة الإلهية وقوع الظلم؟ يعني هل لو قلنا بأن مشيئة الله عز وجل عامة، اللي هي المسألة التي يعبر عنها أحيانا بلفظ تعميم المرادات، بمعنى أن كل ما يقع يقع بإرادة الله سبحانه وتعالى، فالإيمان والكفر، الطاعة والمعصية، لا يقع شيء في الكون إلا بإرادة ومشيئة من الله سبحانه وتعالى. فالسؤال اللي بيطرحه الشيخ هنا، هل يترتب على ذلك أن لا يكون العبد مختارا، أو أن يترتب على ذلك أن يكون العبد مضطرا في فعله؟ فيترتب على ذلك أن يكون الله عز وجل ظالما لعباده حين يحاسبهم. هذا ما سنجيب عنه إن شاء الله تعالى. قال: ولأجل ما في إدراكهم من الضيق والقصر يزعمون أن الإنسان إن لم يكن له إلا مشيئة ما شاء الله أن يشاءه إلا مشيئة ما شاء الله أن يشاءه، كما هو منطوق قوله تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. وقول المحققين إن الإنسان مختار في أفعاله مضطر في إرادته، يزعمون أنه إذا كان الأمر كذلك كانت معاقبة الكافر على كفره والفاسق على فسقه ظلما من الله تعالى. إذن ينتقد الأشاعرة، يقول الشيخ إن المنتقدين للأشاعرة يزعمون أن الإنسان إذا لم تكن له المشيئة التامة التي لا يتدخل فيها، أو التي لا تتدخل فيها مشيئة الله سبحانه وتعالى، فيزعمون أن هذا سيترتب عليه أن يكون الله تعالى ظالما للعبد إذا كلفه بشيء لا يدخل في إرادته ولا مشيئته، وإذا حاسبه بعد ذلك على أفعاله. يقول الشيخ: يزعمون أن الإنسان إذا لم يكن أو إن لم يكن له إلا مشيئة ما شاء الله أن يشاءه، يعني كما هو قول أهل السنة. يعني قول الشيخ مصطفى صابري في هذه المسألة هو إيه؟ هو إن الإنسان له مشيئة، وهذه المشيئة هي بعينها مشيئة الله سبحانه وتعالى. يعني الإنسان يشاء، لكنه لا يشاء إلا ما شاءه الله تعالى. طيب، يزعمون ماذا؟ يقول إنه إذا كان الأمر كذلك، إن الإنسان إذا لم تكن مشيئته إلا هي إلا مشيئة الله عز وجل، كما هو منطوق قول الله تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله، وكما في قول المحققين إن الإنسان مختار في أفعاله مضطر في إرادته، بناء على ذلك لأجل إدراكهم الضيق والقصير يزعمون أنه إذا كان الأمر كذلك كانت معاقبة الله الكافر على كفره ومعاقبة الفاسق على فسقه ظلما من الله سبحانه وتعالى. هؤلاء تصوروا المسألة على هذا النحو. طيب، شيخ محمود جاء أو لم يأتي بعد؟ أين كنت يا شيخ محمود؟ والله سيدي عفوا، أنا دخلت وكنت متخيل أنه 3:30، لكن تبين لي أنه أنا متأخر ربع ساعة. عفوا سيدي. يبنى بس، يلا تفضل اقرأ. يقول الشيخ: ولأجل ما في إدراكهم من الضيق. هنا سيدي صحيح؟ نعم قرأناه، بس يلا ماشي مش مشكلة.
تمام. ولأي ما في إدراكه التخطيط والقصر يزعمون أن الإنسان إن لم يكن له إلا مشيئة ما شاء الله أن يشاءه، كما هو منطوق قوله تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله، وقول المحققين إن الإنسان مختار في أفعاله مضطر في إرادته، يزعمون أنه إذا كان الأمر كذلك كانت معاقبة الكافر على كفره والفاسق على فسقه ظلما من الله. يوجد سيدي تعليق طويل هنا، يقول الشيخ في الحاشية: وجوابنا عليهم قبل أن نبين بطلان ما توهموه من لزوم كون الله ظالما في معاقبة الكافر على كفره والفاسق على فسقه، إن كان الإنسان مسيرا فيما فعله من خير أو شر لا مخيرا. جوابنا عليهم أنه إذا أثبت التحقيق العلمي المبني على دليل العقل والنقل أن مشيئة الإنسان لا تتعلق بشيء إلا تابعة لمشيئة الله، فلا يذكر مانع. إذن الإشكال هنا إنه قول أهل السنة بأن مشيئة الإنسان تابعة لمشيئة الله، وأن الإنسان مختار في أفعاله مضطر في إرادته، هذه الأقوال أو هذه المقولات لم يفهمها المعارضون لأهل السنة، لا سيما من المعتزلة ومن نحى نحوهم ممن كان يناقشهم الشيخ كالمقبلي وغيره. فالإشكال ها هنا هو إنهم توهموا إن هذا القول سيترتب عليه نسبة الظلم إلى الله سبحانه وتعالى. الشيخ هنا بيجاوب بيقول: طيب إحنا الآن عندنا أدلة عقلية ونقلية تؤيد هذا الكلام، إن مشيئة الإنسان تابعة لمشيئة الله سبحانه وتعالى، وإن الإنسان لا يستطيع أن يشاء شيئا لم يشأه له الله عز وجل. ده منطوق الآيات القرآنية: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. طيب تفضل. يقول أن مشيئة الإنسان لا تتعلق بشيء إلا تابعة لمشيئة الله، فلا يذكر مانعا للاعتراف بهذه الحقيقة أن يترتب عليه شيء من حصول مفسدة دينية أو فوات مصلحة دنيوية، كلزوم أن يكون الله ظالما في معاقبة الكافر والفاسق، وكلزوم أن يكون الإيمان بالقدر الذي لا يمكن تغييره بالمساعي سائقا للإنسان إلى الكسل والتعطل عن العمل، مع أننا دفعنا مشكلة هذين اللازمين بجواب آخر خاص بهما. ولو كنا لم ندفع مشكلهما فلا نقبلهما أيضا، مانعين عن الاعتراف بما في موقف البشر تحت سلطان القدر من الجبر إن كان موقفه في نفس الأمر وعند التحقيق العلمي كذلك، لأن الحقائق العلمية يعني هو هنا يريد أن يقول إنه الأدلة دلت على أن مشيئة الإنسان تابعة لمشيئة الله، وإذا دلت الأدلة على ذلك فنحن لا نستطيع أن نقول بخلاف الأدلة، بل يلزمنا أن نوفق بين هذه الأدلة وما يترتب أو وما نعلمه يقينا من عدل الله سبحانه وتعالى، لا أن ننفي ما دلت عليه الأدلة زاعمين أنه يترتب عليها الظلم المنافي للعدل، بل ينبغي علينا أن نوفق بين هذا وما نعلمه من عدل الله سبحانه وتعالى. وبيقول إن هذه المسألة تشبه مسألة إن الإيمان بالقدر يؤدي إلى الكسر. لا، إحنا مأمورين بالأخذ بالأسباب، ودلت الأدلة على وجوب الإيمان بالقدر، فلا نجعل هذا في مقابلة ذاك،
ولا ينبغي ان احنا يعني نوضع في زاوية ان احنا ينبغي ان احنا نختار واحد من الاثنين، يا اما تؤمن بالكسل يا تؤمن بالقدر، يا اما تؤمن بان الله سبحانه وتعالى عادل، يا اما تؤمن بان الانسان خالق افعاله. فيعني لا يمكن ان نضع هذا في مقابلة ذاك، بل العقول الكاملة ماذا تفعل؟ العقول الكاملة أولا تنظر في الأدلة وما دلت عليه هذه الأدلة، ثم بعد ذلك مؤدى هذه الأدلة ينظر فيه، وننظر كيف يمكن أن نوفق بين مقتضيات هذه الأدلة جميعا. ماشي، تفضل يا شيخ. لأن الحقائق العلمية تطلب لذاتها مجردة عن أي مصلحة أو مفسدة. يعني أنا مثلا ما ينفعش أبحث في العقيدة الإسلامية بنية إن إحنا عايزين المسلمين مثلا يتقدموا، فلازم نجعل العقيدة الإسلامية عقيدة داعية إلى التقدم، أو نجعل مثلا الفقه الإسلامي داعي إلى التحضر. فأنا كده إيه، بدخل إلى البحث العلمي بمقررات مسبقة، بدخل إلى البحث العلمي بتحيزات معينة، فإيه اللي هيحصل؟ هتلاقيني ببحث عما يؤيد تحيزاتي، ثم بعد ذلك استبعاد ما لا يؤيد تحيزاتي، فكده ما صارش بحث علمي، صار هوى، صار أمر ذاتي مش موضوعي الآن. فهو إحنا ما بنقولش والله المصلحة أن يؤمن المسلمون بعقيدة المعتزلة، إحنا لا ننظر هنا في هذه المسائل العقدية للمصلحة والمفسدة. ده إذا سلمنا أصلا إنه في الإيمان بعقيدة المعتزلة المصلحة، لأنها والله هتدفع المسلمين للعمل وليس للكسل. ما نقولش مثلا والله إنه من المفسدة أن ننشر عقيدة الأشاعرة والماتريدية لأنها تدعو المسلمين إلى الكسل، لأنه فيها الإيمان بالقدر وإن مشيئة الإنسان تابعة لمشيئة الله. المسائل العلمية لا ينظر إليها فيها إلى هذه العواطف ولا إلى هذه الاعتبارات. المسائل العلمية كما يقول الشيخ تطلب لذاتها، يعني احنا عايزين الحق كما هو في نفسه. نحن نريد عندما نبحث أي مسألة أن ننظر إلى الحق كما هو في نفسه، لا كما نحب أن يكون، وإلا لم يصير بحثا علميا، صارت أمور الآن ذاتية، سميها بقى هوى، سميها اللي تسميها، لكن ما صارش بحث علمي خالص. فالأمور العلمية يقول الشيخ الحقائق العلمية تطلب لذاتها. عشان كده أنا دايما بقول وقلت زمان إنه إحنا المسلمين بفضل الله سبحانه وتعالى لا نخاف من التقدم العلمي، بمعنى إنه كل حقيقة سيثبتها العلم أيا كان المجال الذي يبحث فيه، أيا كان المجال، نحن نوقن بأن هذه الحقيقة العلمية ستكون متوافقة تمام، أو يمكن أن نوائم بينها وبين حقائق القرآن والسنة. ما بنخافش احنا الحمد لله. لذلك على مدار التاريخ الاسلامي ما فيش علماء عذبوا ولا اقيمت لهم محاكم تفتيش كما حصل مع اوروبا في عصورها المتاخره. ليه بنقول كده؟ لانه كل حق هو من الحق، وقل الحق من ربكم، فكل حق يؤدي اليه العلم ايا كان الفن او العلم الذي نبحث فيه، نحن نوقن انه من الله، ولا يمكن أبدا أن يتعارض كتاب الله المنظور مع كتاب الله المقروء. فلذلك إحنا بنقول الحقائق ينبغي أن تطلب لذاتها، ولا ينظر فيها لمسألة المصلحة والمفسدة والكسل والنشاط والتقدم والتحضر، لا ننظر إلى هذا. طب هل معنى عدم نظرتنا إلى هذا إنه التقدم والتحضر والعمل والكسل والمصلحة والمفسدة غير معتبرة؟ لا، معتبرة، لكن مش بعقولنا القاصرة. بمعنى إيه؟ بمعنى إن أنا ممكن أتصور إن المصلحة في كذا، وفي واقع الأمر لا تكون المصلحة في كذا، وفي واقع الأمر لن تكون المصلحة فيما تصورته مصلحة. فلذلك إحنا بنقول المصلحة تابعة للحقيقة وليست موجهة للحقيقة. المصلحة ينبغي أن تكون تابعة للحقيقة، فحيث كانت الحقيقة فهي المصلحة، حيث كان الشرع فهو المصلحة، حيث كان الواقع فهو المصلحة.
والواقع هنا بمعنى الحقيقة الواقعية مش الحقيقة المتوهمة. طيب تفضل. يقول لأن الحقائق العلمية تطلب لذاتها مجردة عن أي مصلحة أو مفسدة، وقد اعترف بهذا وبجهل نفسه في موقف الإنسان علماء نفسي في الغرب الذي تعود اتهام الإسلام بعقيدة الجبر الذي تعود الذي تعود اتهام الإسلام بعقيدة الجبر كما صرح به الأستاذ سيمونزي أستاذ علم النفس بجامعة فؤاد في محاضرته التي نشرتها مجلة القضاء الشرعي قبل سنوات، وقد نقلناه بنصه في تحت سلطان القدر صفحة 18 ونحن نذكره هنا أيضا لخطورته. طبعا كلام الأستاذ ده صار هو المتداول عند عموم من يسمون أنفسهم بالمثقفين، يعني هتجد نفس الكلام عند أحمد أمين مثلا في ضحى الإسلام وغيره 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 من الصحفيين والمثقفين ثقافة إسلامية سطحية، ستجد هذا القول رائج عندهم. هتلاقي عندهم إعلاء غير مفهوم لعقيدة المعتزلة، زاعمين أن عقيدة المعتزلة هي عقيدة العقل الحر والعقلانية وكذا، وشعارات من هذا القبيل. والواحد منهم ربما لم يقرأ في حياته كتابا واحدا للمعتزلة، بل هي إشاعات علمية نشأت في الأساس لدى المستشرقين ثم تلقفها هؤلاء. طيب يقول تقتضي المصلحة علينا في كثير من الأحايين، تقتضي ولا تقضي؟ تقضي سيدي عفوا. تقضي المصلحة علينا في كثير من الأحايين بالوصول في بعض المسائل النفسية إلى جواب معين نعتقد أنه يوافق مصلحة لنا بدلا من الوصول إلى الحقائق، فنحن نريد أن نحكم في مشاكل الإرادة بأن مشكل الإرادة بمشكل الإرادة بأن الإنسان مخير لا مسير مثلا، وهذه الحالة عاقت سير العلم ولا تزال تعوقه لارتباطها بمذاهب المسؤولية الشرعية والقانون. يعني أخينا شايف أنه مصلحة الإنسان النفسية المصلحة الإنسان النفسية أنه يكون مخير، فإحنا بالتالي لازم نوجه الحقائق العلمية لتقول أن للإنسان أنت مخير ولست مسيرا. طيب هل الأشاعرة، طبعا هو هي بعد كده هيحمل المسؤولية للأهل السنة الأشاعرة والماتريدية، هل الأشاعرة أن الإنسان قالوا أن الإنسان مش مخير، قالوا أنه هو مسير؟ كلام الأشاعرة والماتريدية لا يقول أن الإنسان مسير بمعنى أنه منزوع الإرادة، لا يقولون أنه حركة اليد كحركة القلب، لكن هم يحاولون تفسير أفعال الإنسان تفسير إلهي أو تفسير ميتافيزيقي. طيب هل هذا التفسير الميتافيزيقي أو التفسير الإلهي أو التفسير العقدي ترتب عليه إن هم دعوا الناس للقعود والخمول وعدم الأخذ بالأسباب؟ يعني هل أنا مثلا لما أفسر للناس وأقول لهم مثلا والله كثرة أكل السكريات يؤدي إلى مرض السكر مثلا، هل معنى ذلك إني بقول للناس يا جماعة اكرهوا السكر ما تاكلوش السكر، ولا أقول لهم استخدموه بحذر أو استخدموه في أوقات أو استخدموه ويلعبوا في نفس الوقت الرياضة؟ فأهل السنة لما بيقولوا إن الإنسان لا يمكن أن يكون خارقا لأفعاله الاختيارية لأن الله خالق كل شيء، هل ده معناه إن احنا بنقول للإنسان يا إنسان اقعد ما تعملش حاجة؟ من أين أتى هذا الفهم العقيم؟ طيب تفضل. قال ولا تزال تعوقه لارتباطها بمذاهب المسؤولية الشرعية والقانونية والخلقية إلا أن من واجب علم النفس أن لا يلتفت إلى الفائدة، فالحقيقة العلمية محبوبة لذاتها وهي الغاية التي تسعى الإنسانية للوصول إليها، وليس للعلم أن يتحول عنها أصلا، فإن قال عالم الأخلاق
والقانون والقانوني والشرعي بوجود الإرادة، فعالم النفس لا يستسلم إلى هذا القول، بل يتحتم عليه أن يبحث الموضوع مجردا عن كل غاية ومن كل حكم سابق، إلا غاية واحدة هي البحث عن الحقيقة. جميل. وإن نفي وجود الإرادة يؤدي إلى نسبة الظلم لله عز وجل، وإن ثبت وجود الإرادة وإن إثبات وجود الإرادة يؤدي إلى نسبة العجز لله تعالى، وإن الله سبحانه وتعالى منزه عن الظلم والعجز، فالعالم النفسي لا يقرر إلا نظريات نفسية علمية، ولا يقرر حكما علميا إلا متى ثبت من الحقيقة. لقد أظهر دارس الإرادة في بادئ الأمر وبتأثير النظرية الميكانيكية أن الإنسان مجرد جرثومة حية تحمل أثناء تكوينها ونموها عن طريق الوراثة آثار الأجيال الماضية ما بين صفات طبيعية ومرضية، وأن هذه الجرثومة تنشأ خاضعة لتأثير بيئة طبيعية مرتبطة بظروف اجتماعية، منها الغنى والفقر والجهل والعلم والحالة الأدبية والمدنية إلى آخره. فالإنسان مسير لا مخير. هذه النظرية ذاعت في شكل حكم علمي بتأثير أنصار النظرية الميكانيكية، وأخذ بعض المشرعين في سن قوانين على أساس غير أساس حرية الإرادة. هذا كلام أستاذ علم النفس. هو هنا بينسب للدين أنه قال بنفي وجود الإرادة، نسب هذا إلى الدين، قال وإن قال الدين كذا. فإحنا كعلماء نفس، معنى كلامه أنه إحنا كعلماء نفس يعني لا نقرر إلا الأمور العلمية. ما هي الأمور العلمية التي زعمها؟ أن الإنسان مخير وليس مسيرا. فلذلك الشيخ أتى بكلامه هنا ليدل على الأجواء العلمية السائدة في هذه المرحلة. طيب، هو هنا قال إنه الأجواء العلمية نعم تعودوا على اتهام الإسلام بعقيدة الجبر، فهو هنا يتهم الدين بعقيدة الجبر، وهذا غير دقيق. طيب تفضل. مع أن الظلم الظلم لا يتصور في حقه تعالى مهما فعل، لأن كل شيء ملك يده كما في حديث مسلم عن أبي الأسود. ما هو الظلم؟ من المهم جدا برضو أن احنا نحدد المصطلحات. عندما نقول الله يظلم إذا فعل كذا، ده معناه أنه في مبدأ أعلى من الله يحدد له ما هو الظلم وما هو العدل، بحيث يكون الله مضطرا للأخذ بهذا المبدأ. ثم ده معناه أيضا أن الإنسان ربما يكون فوق الله سبحانه وتعالى، وهو يحدد له ما ينبغي أن يفعله وما لا ينبغي أن يفعله، وده متولد من بذرة التأله الموجودة في الإنسان. يعني كل إنسان فيه بذرة تأله، بحيث يريد أن يكون هو الإله فيحدد الله ماذا يفعل وماذا لا يفعل. فإذا لم يفعل الله هذا الشيء يكون ظالما. طيب، ما هو الظلم؟ الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه، إني أعمل حاجة ما ينبغيش إني أعملها، أو أقول حاجة ما ينبغيش إني أقولها، أو أخذ حاجة مش من حقي. وضع الشيء في غير موضعه. طيب جميل.
هل في حاجة في الكون يتصور أن ربنا يضعها في غير موضعها؟ وما هو موضعها؟ ومن خلقها وخلق هذا الموضع؟ وهل يوجد من يحاسب الله عز وجل على أنه وضع الشيء أو يقول له الشيء في غير موضعه؟ إذا كان الوضع والموضع وكل من يضع هو خلق الله سبحانه وتعالى، فإذا لا يتصور من الله الظلم. الله سبحانه وتعالى مهما فعل ففعله حق وخير وحكمة وليس ظلما، لأنه الظلم لا يتصور أصلا من الله سبحانه وتعالى. يعني لما أنا أخذ الموبايل بتاعك وارميه في البحر يبقى أنا كده ظالم، أنا كده معتدي. طيب لكن أنا خدت الموبايل بتاعي أنا اللي هو أنا شريب حر مالي اللي تعبت أنا فيه روحت رميه في البحر، هل ينفع تقول لي أنت ظالم أو أنت معتدي؟ اعتديت على مين؟ ما اعتديتش على حد. يبقى إذن مفهوم الظلم لا يتصور من الله سبحانه وتعالى، لأنه كل ما في الكون ملك له. طيب إذا فهمنا هذا فهمنا أنه المفاهيم التي يطلقها الأستاذ هنا أو يطلقها الناس هنا الذين يصفون بعض أفعال الله بأنها ستكون ظلما إن قلنا بكذا تنطلق من قياس باطل هو قياس الشاهد على الغائب. يقيسون حيث يقيسون أفعال البشر أو يقيسون أفعال الله سبحانه وتعالى بأفعال البشر، ويحاسبون الله سبحانه وتعالى كما يحاسبون البشر، وينظرون إلى أفعال الله كما ينظرون إلى أفعال البشر. والتوحيد الخالص هو أن تتحرر نظرة الإنسان من هذا، أن يكون الرب رب والعبد عبد، وما قدر الله حق قدره. ماشي تفضل. كما في حديث مسلم عن أبي الأسود الدؤلي قال لي عمران بن حصين: أرأيت ما يعمل الناس ويقدحون فيه شيء قضي عليهم ومضى عليهم من قدر قد سبق، أو فيما يستقبلون به مما أتاهم به نبيهم وثبتت الحجة عليهم؟ قال: أفلا يكون ظلمان؟ قال: ففزعت من ذلك فقلت: كل شيء خلق الله وملك يده، فلا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فقال لي أنا عايز الحديث كما في النسخة الأصلية يا شيخ. قال نعم. فقال يرحمك الله أفلا يكون ظلما؟ قال فقال أفلا يكون ظلما؟ أفلا يكون ظلما؟ قال ففزعت من ذلك فقلت كل شيء وقلت في النسخة السيدة على الشاشة فقلت كل شيء خلق الله وملك يده، فلا يسأل عما يفعل وهم يسألون. قال فقال لي لا يوجد. طيب نسخه الشاشه ايضا لا يوجد. تمام. فقال يرحمك الله اني لم أرد يعني هي عندك قال فقال بس؟ نعم سيدي في نسختي ونسخه الكتاب ايضا. طيب يرحمك الله إني لم أرد مما سألتك إلا لأحزر عقلك. لأحرز عقلك. في نسخة الشاشة أيضا سيدي إزاي قبل الراء؟ نعم لأحزر عقلك. إن رجلين من مزينة أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالا: يا رسول الله، أرأيت ما يعمل الناس ويقدحون فيه؟ أشيء قضي عليهم ومضى فيهم من قدر قد سبق، أو فيما يستقبلون مما أتاهم به نبيهم وثبتت الحجة عليهم؟ فقال:
بل شيء قضي عليهم ومضى فيهم. وتصديق ذلك من كتاب الله عز وجل فيه ولا من؟ وما سواها. تصديق ذلك فيه ولا من؟ سيدي في نسخة الشاشة فيه. تمام. تصديق ذلك فيه. ونفسي وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. فالمعتزلة وأنصارهم لا يعرفون ماهية الظلم ولا يقدرون عظمة الله حق قدرها. في التعليق سيدي يقول الظلم تطلق على التصرف في ملك الغير غير إذنه، وقد يطلق على وضع الشيء في غير موضعه. كل منهما لا يتصرف إلا الذي لا يوجد شيء خارج عن ملكه، ولا يوضع حد لحكمته بأن يقال في أي فعل من أفعاله أنه موضوع في غير موضع. يعني لا يمكن أن تقول في أفعال الله إن الله وضع الشيء في غير موضعه، هذا لا يكون في حق الله تعالى. ولو فسرنا الظلم بأنه التصرف في ملك الغير بغير إذنه فهذا أيضا غير متصور في حق الله، لأنه لا ملك لأحد مع الله عز وجل، فالكل ملكه. يعني لو ربنا سبحانه وتعالى قضى بأن يهلك الناس جميعا بعد أن خلقهم ما كان ظالما لهم، لو قضى بأنه لا جنة ولا نار ما كان ظالما لهم، يفعل ما يشاء سبحانه وتعالى. فالظلم بأي معنييه، لو قلنا هو التصرف في ملك الغير بغير إذنه، أو قلنا هو وضع الشيء في غير موضعه، كلاهما غير متصور في حق الله تعالى. طيب، قد نقلت في تحت سلطان القدر ما قاله ابن تيمية في كتابه ابن قتيبة في كتابه اختلاف اللفظ. ونعم ما قال: إن أهل القدر يريد بهم المعتزلة الذين من ألقابهم القدرية، حين نظروا في قدرة في قدر الله الذي هو سره بآرائهم وحملوه على مقاييسهم، أرأتهم أنفسهم قياسا على ما جعل في تركيب المخلوق من معرفة العدل من الخلق على الخلق. على الخلق، زي ما قلت لكم، قياس الغائب على الشاهد، يعني قاسوا العدل والظلم الذي رأوه في الشاهد الذي يكون بين الناس بعضهم مع بعض، وحكموا من خلاله على فعل الله سبحانه وتعالى. طيب، وهذا لا يصح، إن هناك فارق بين المخلوق والخالق. طيب، أن يجعلوا ذلك حكما بين الله وبين العبد. ومن غريب المصادفة أن كتاب ابن قتيبة الذي نقلت عنه هذه الكلمة القيمة كان فضيلة صديق الشيخ زاهد هو الذي أهدى إلي هذا الكتاب عند تحرير كتابي تحت سلطان القدر. جزاه الله خير. أرجع إلى المثل. فالمعتزلة وأنصارهم لا يعرفون ماهية الظلم ولا يقدرون عظمة الله حق قدرها، وإنما يحاولون حل المسألة القدر التي ليست في الدنيا مسألة تعدلها غموضا وإعضالا، بتنزيلها منزلة مسألة بسيطة سهلة الحل، وقياس ذات الله تعالى وأفعاله بمقياسنا ومقياس أفعالنا نحن البشر. الشيخ كان أشار قبل ذلك إلى أنه من أسباب رواج أفكار المعتزلة عدم تناول المسائل بالتحقيق اللازم، يعني عدم قدرة المعاصرين. استنى ما يجيب لكم العبارة بتاعته بالضبط. العبارة بتاعته، أيوة، التساهل في تناول المسائل، في صفحة 32. قال السبب الثاني في رواد أفكار المعتزلة
التساهل في تناول المسائل. فهذا التساهل في تناول المسائل جعلهم لا يحققون المسألة، ويرون أنه الأفضل أن نأخذ بقول المعتزلة هكذا بكل سهولة. يعني يا جماعة ما نسيب الأشاعرة في المسألة دي وناخد برأي المعتزلة في المسألة دي، إيه المشكلة يعني؟ طيب يا جماعة ما هو الأدلة العقلية والنقلية لم تدل على ذلك. طيب إحنا هنشوف رأي المعتزلة، هنقول إنه والله القول بقول الأشاعرة يؤدي إلى الظلم. طب ما هم كلامهم حلو وهو كويس، ما ناخده. ففي استسهال وفي تصور إن المسألة بسيطة مش محتاجة يعني هذا الإيه هذا التطويل، بالإضافة إلى ما يقوله الشيخ هنا إن هناك قياس باطل لأفعال الخلق، لأفعال الله عز وجل على أفعال الخلق. طيب ولكون عقولهم مقيدة بهذا القياس، ولكون عقولهم مقيدة بهذه المقياس بهذا القياس يقولون إن الاعتراف بسلطان إرادة الله على إرادات العباد إنما يكون بطريق الإكراه، وحيث لا إكراه فلا سلطان، لأن الإنسان يفعل ما يفعله باختياره ورضاه، وكلامنا في أفعاله الاختيارية، فأين الجبر إذن؟ لكني أقول هذا الجبر الذي يؤلفه الله باختيار الإنسان وإرادته فيجعله يفعل بإرادته ورغبته ما أراد الله منه أن يفعله، جبر محبوب عند المجبور لا يعرفه ولا يقدر عليه جبابرة البشر، وإنما يقدر عليه ولا يقدر عليه جبابرة البشر، وإنما يقدر عليه من الجبار من أسمائه الحسنى سبحانه. طبعا طبعا الشيخ هنا يؤكد على المعنى الذي قلناه قبل ذلك، وهو إنه أهل السنة رأيهم إنه الإنسان مجبور، هذا رأي المعتزل، هذا رأي الأشاعرة، إن الإنسان مجبور في صورة مختار. يعني الإنسان في حقيقة الأمر يسير في طريق معين رسمه الله عز وجل له، والإنسان بكامل وعيه وبكامل إرادته وبكامل محبته يسير في نفس هذا الطريق. طيب إزاي تولف بين الاثنين؟ إزاي يكون الإنسان مجبور وفي نفس الوقت يفعل هذا باختياره؟ قال لك هذا لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى، لذلك كان القدر سر من أسرار من الأسرار لا يعرف أو لا تعرف حقيقته إلا بالكشف في الدنيا أو عند مغادرة هذه الدار، لا يعلم أو لا تعلم حقيقة القدر في هذه الدار أصلا، فلذلك كان سرا من الأسرار، ولذلك كان ركنا من أركان الإيمان. ومعنى من أركان الإيمان إن إحنا في عندنا حاجة غيبية ينبغي أن نؤمن بها، وإلا ما وضعه النبي كركن من أركان الإيمان. وإحنا ضربنا لحضراتكم مثل المرة السابقة بمسألة الجبر هذه وفق رأي الشاعرة، وقلنا إنه المسألة ممكن نشبهها بلعبة المتاهة، اللي هي إنه ما فيش غير طريق واحد ينبغي أن يسلكه اللاعب، طريق واحد هيوصلك من النقطة دي للنقطة دي، وانت عليك انك تسلك هذا الطريق. اي نعم الطرق قدامك كتير، لكن عشان توصل لابد انك ما تسلكش غير طريق واحد فقط. ولله المثل الاعلى، فالانسان يبدو له انه امامه طرق كتير واختيارات كتير، لكنه في النهاية لابد يمشي في طريق واحد حدده له ربنا سبحانه وتعالى. طيب هل معنى كده ان احنا نكسر؟ هل معنى كده ان احنا ما نعملش؟ هل معنى كده ان احنا والله لا فائدة من شيء؟ لا، المسألة كلها محاولة للفهم ومحاولة للجمع بين النصوص، وإلا فكل واحد فينا يشعر من نفسه ويعلم من نفسه علما ضروريا ان وقت ما هتأذن العشاء انا هقوم اصلي، مش هلاقي يعني ان انا رجلي متكتفة مثلا،
او مش هقوم اصلي وما حدش مش هيجي لي حاجه كده تجبرني اني تسحبني كده من هدومي يلا روح عشان تصلي بالعافيه. لا ده بيحصل ولا ده بيحصل. فكل واحد فينا يعلم من نفسه انه سيختار بنفسه. فلا علاقه لا علاقه لمساله الجبر والاختيار او مساله الكسب عند اهل السنه بمسألة الفعل أو عدمه أو الأخذ بالأسباب وعدمها، لأن كلام أهل السنة هو محاولة للجمع بين النصوص، محاولة للفهم، محاولة للإدلاء بدلوهم في مسألة هي من الأسرار. عشان كده احنا قلنا قبل ذلك لحضراتكم إن كل ما يقوله علماء أهل السنة في هذه المسألة هي مقاربة، مجرد مقاربة، مجرد مقاربة، مجرد اجتهاد. حقيقة الأمر عند الله سبحانه وتعالى. ماشي تفضل يا شيخ. نعم يقول الشيخ في الحاشية سيدي: وعند قراءة ما كتبته هنا على فضيلة الشيخ زاهد قال إن الجبار الذي هو من أسماء الله الحسنى من الجبر بمعنى الإصلاح، وقد نبه عليه في شروح الأسماء الحسنى. يقول الشيخ: وأنا أعرف أن هذا الاسم الشريف فسر على وجهين، بل أوجه، وأعرف أيضا أن المفسر أبا السعود على الرغم من كونه ماتريديا وكون الماتريدي معتزليا في نظر فضيلة الصديق، قدم المعنى الذي أخذته أنا على المعنى الذي أخذه فضيلته، فقال: الجبار الذي جبر خلقه على ما أراد أو جبر أحوالهم أو جبر أحوالهم أي أصلحها. أي أصلحها. يبقى كلمة الجبار كيف نفهمها، واسم الله الجبار كيف نفهمها أرباب الفرق المختلفة. أنت عندك اسم الله الجبار ثابت. طيب أنا دلوقتي كمعتزلي، إذا المعتزلي كيف يفهم اسم الله الجبار؟ ما أصل كلمة الجبار؟ قال لك من الجبر بمعنى الإصلاح. حتى احنا لما واحد رجليه تكسر يقول لك هنحط له جبيرة. ايه جبيرة؟ او في الفقه الجبيرة، حكم المسح على الجبيرة هي التي ايه تجبر الكسر او تصلح الكسر. فإذا الجبر قد يكون بمعنى الإصلاح. طيب والجبار ايضا قد تكون بمعنى الإكراه. طيب بمعنى القهار، يعني الجبار قد تكون بمعنى القهار أيضا. طيب المعتزلي هيختار أي معنى من الاثنين؟ هيختار الأول. الماتريدي لأنه أيضا يثبت للإنسان إرادة جزئية هيختار أيضا هذا المعنى، إنه الجبار بمعنى المصلح أو الذي يصلح أحوال الناس. طيب الشيخ هنا بيقول إيه؟ إنه أبو السعود ماتريدي، العلامة أبو السعود العمادي في تفسيره ما تريدي بيقول: ورغم إنه ما تريدي لكنه أورد الاحتمالين في تفسيره لهذه الآية، فقال في تفسيره: الجبار الذي جبر خلقه على ما أراد أو جبر أحوالهم أي أصلحها. طيب نحن بقى نيجي نسأل هذا السؤال: هل تفسير الجبار بمعنى جبر عباده على ما أراد يتعارض مع عقيدة أهل السنة أو المعتزلة، يتعارض مع عقيدة قصدي الأشاعرة أو الماتريدية؟ لا، لأنه سيحمل اسم الجبار هنا على ما يجبر عليه الإنسان بالفعل. يعني أنت جبرت على نوعك، ما حدش فينا اختار أن يكون ذكر أو أنثى. جبرت على والديك، ما حدش فينا اختار أن يكون أبوه دكتور أو مهندس أو طبيب أو موظف أو فلاح أو عامل. أنت جبرت على طولك ولونك وبشرتك وصوتك ولون عينيك، جبرت على أمور كثيرة جدا. فيمكن على مذهب الماتريدية أن يحمل اسم الجبار على ما أجبر الله عليه عباده بالفعل وما أراد لهم أن يجبروا عليه، ثم نخرج من هذا المعنى ما دلت النصوص على أن الله لا يجبر عباده فيه كأفعالهم التي يحاسبهم عليها. واضح يا مشايخ؟ طيب تفضل. فقط العبارة عن يقول
المفسر أبو السعود: على الرغم من كونه ماتريديا وكون الماتريدي معتزليا في نظر فضيلة الصديق، يقصد الصديق ده تفسير زاهي. الشيخ، ده تفسير الشيخ، ده تفسير الشيخ مصطفى صبري. يعني الشيخ مصطفى صبري لما سمع الكلام من الشيخ زاهد انه الجبر بمعنى الاصلاح، خلاص كده الشيخ مصطفى صبري فهم من هذه الكلمه ان الماتريدي يوافق المعتزلي في هذه المساله، في هذه المساله، فكانه فيها يعني غمز من بعيد لمذهب الماتريديه. والشيخ زي ما قلنا اختار مذهب الاشاعره رغم انه ماتريدي في الاصل، لكنه اختار مذهب الاشاعره في هذه المساله او في مساله خلق الافعال. فهو الماتريدي معتزلي، ده كلام الشيخ مصطفى صبري، وصف الشيخ مصطفى صبري او غمز الشيخ مصطفى صبري لكلام الشيخ زاهد. النظر عن تفسير المفسرين بهذا او بذاك يكفيني ان الجبر الذي يفر عنه فضيلته مذكور معناه في القرآن بكثرة لا تحصى، مسندا الى الله وواقع في نفس الامر، كما حققنا فيما سنورده من البرهان العقلي على مذهب الجبر. وهذا لفظه منصوصا عليه في كتاب الله: المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. ولا أظن أن يكون المعنى الذي أخذه فضيلة الصديق في الجبار الواقع بين العزيز والمتكبر أولى من المعنى الذي أخذته أنا، لا سيما وأن تفسير الجبار بما فسره يجد في حديث سبحان ذي الملكوت والجبروت المذكور، يجد مذكور بأسانيده وطرقه في كتاب أسماء والصفات للحافظ البيهقي تأييدا صريحا لفظه ومعناه. يبقى يجد تأييدا، يجد تأييدا يعني بلفظه ومعناه. لا يجده تفسير الجبار بما فسره به فضيلة صديقي. وقد ذكر البيهقي قوله تعالى العزيز الجبار المتكبر مع الحديث المذكور في باب ما جاء في الجلال والجبروت والكبرياء والعظمة والمجد، روي في باب ما جاء في النفس من الكتاب المذكور بسنده عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ مرة على منبره: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته. فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كذا يمجد نفسه عز وجل، أنا الجبار أنا العزيز المتكبر. فردف به المنبر حتى قلنا: ليخرن به الأرض. وكان أهم ما فعله الصديق في اعتراضه عليه أنه شغله اعتراضه عن الالتفات إلى ما أردت إفهامه في قوله: وهذا الجبر الذي يؤلفه الله باختيار الإنسان وإرادته فيجعله يفعل برغبته برغبة من عنده ما أراد الله منه أن يفعله. جبر محبوب عند المجبور لا يعرفه ولا يقدر عليه. يعني عايز يقول لك الشيخ ما سمعش مذهبي للآخر، ولكن شغله تفسير كلمة الجبر بما يوافق مذهب الماتريدية. جبر محبوب عند المجبور لا يعرفه ولا يقدر عليه جبابرة البشر، وإنما يقدر عليه من الجبار من أسمائه الحسنى. أضيف إليه الآن قولي: والجبر الذي يعرفه البشر ويقدر عليه لا يكون الجبار المشتق منه من الأسماء الحسنى. لمن سمي به؟ لكونه جبرا مكروها غير محبوب عند المجبور. كيف؟ يقول الشيخ في صلب الكتاب: ثم إن لا معلش استنى الحتة دي، لأن أنا مش انتهاش الحي. يعني هو هنا بيقول سأضيف إلى قولي: والجبر الذي يعرفه البشر ويقدر عليه لا يكون الجبار المشتق منه من الأسماء الحسنى. الجبر يعني بمعنى الإصلاح،
لا يكون الجبار مشتق من الأسماء الحسنى، يعني الجبر بمعنى الإصلاح لا يمكن أن يكون من الأسماء الحسنى بهذا المعنى لمن سمي به لكونه جبرا مكروها غير محبوب. الجبر بمعنى الإصلاح مكروه غير محبوب. كيف فهمتم هذا يا مشايخ؟ سيدي كأن المعنى الأول الذي يريده يقول بالنسبة لله يسمى جبارا ويكون جبره جبرا محبوبا، أما بالنسبة للبشر لا نستطيع أن نقول هذا، لأن الجبر عند البشر يكون فيه كره. طيب يعني الشيخ يؤكد المعنى سيدي أن جبر الله نحن لا نشعر به أننا مجبورين، لأنه سبحانه وتعالى قدر على أن طب، وهل جاءت النصوص بوصف الإنسان بأنه جبار؟ هل وجاءت النصوص بوصف الإنسان بأنه جبار؟ يعني هو ده يفهم إذا جاءت بعض النصوص بوصف الإنسان بأنه جبار، ساعتها هنقول كيف يوصف الإنسان بأنه جبار وهو شيء مكروه إلى النفوس بالمعنى الذي يريده الشيخ. طيب ماشي، ارجع يا شيخ لله. ثم إنك في القرآن كلمة يمكن أن نضع هنا هذا العنوان، يضل من يشاء كلمة قرآنية تقسم ظهور المعتزلة. يمكن أن نضع هذا العنوان هنا، يضل من يشاء كلمة قرآنية تقسم ظهور المعتزلة. ثم إن في القرآن كلمة من أكثر ما يتكرر ذكره فيه ويمدح الله به نفسه، كلمة تقسم ظهور أنصار المعتزلة، وقد تصدى لتأويلها ابن رشد فقسمت فيما سبق بحوله تعالى ظهر تأويله. كلمة فقصمت ظهر تأويله، لأن الله يضل من يشاء. فقصمت ظهر تأويله، فقصمت فيما سبق بحوله تعالى ظهر تأويله. قائلة كلمة قائلة بأن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء، فلو كان واحد منا أضل من شاء من الناس وهدى من شاء منهم واستطاع ذلك ثم أراد أن يعاقب الضالين لقلنا أنه ظلمهم. وهل يمكننا أن نقول في الله الذي يضل من يشاء ويهدي من يشاء ويعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء، أم هل يمكننا إنكار أنه يضل من يشاء ويهدي من يشاء كما أنكر الخصم مع نص القرآن عليه، ومع أن الواقع كذلك حيث إن الإنسان يفعل كل ما يفعله من خير أو شر لداعية تخطر بباله وعليها يقوم هداه وضلاله، وخالق الداعية في قلبه هو الله. هو الله تعالى، ووردت النصوص بهذا زي ما في وسوسة للشياطين، وهذه ثابتة، الذي يوسوس في صدور الناس هذه ثابتة. أيضا ثبت وجود نفس أو وجود إلهام من الملك، هذا أيضا ثبت في بعض النصوص النبوية، إنه كما أن هناك وسوسة للشياطين هناك أيضا إلهام من الملك. فإذا الإنسان يتحرك بناء على أفكاره، وأفكاره تتولد من خواطر، هذه الخواطر قد تكون خيرا وقد تكون شرا، وخالقها كما يقول الشيخ هو الله سبحانه وتعالى. طبعا الشيخ هنا بيعبر عن مذهب الأشاعرة، مذهب المعتزلة، مذهب الماتريدية أقصد، هو إنه العزم المصمم أو نقول الخواطر هذه التي ترد على الإنسان، نعم ربما يأتي الخاطر على هذا الإنسان بناء على النصوص، يتولد عن هذا الخاطر بعد ذلك شيء داعية، هذه الداعية عند الأشاعرة من خلق الله تعالى. عند الماتريدية
من خلق الإنسان أو لا خالق لها، أو لا خالق لها. فهذه الإرادة الجزئية التي هي العزم المصمم، من أين جاءت؟ من أين جاءت؟ قالوا لا خالق لها، لأنها أمر اعتباري، لأنها أمر اعتباري. ولهم في هذا كلام طويل. طيب سيدي، في نسختكم تقسم ظهور المعتزلة أنصار المعتزلة بالسين أم بالصاد؟ في بالصوت عندكم ايه؟ في اول ثم ان بالصوت، يعني بالصوت هي تقسم بالصوت بالصوت. صحيحة يعني. نعم، وليس تقسم، تقسم من التقسيم، تقسم نعم. يعني تكسر. نعم سيد. وليس للخصم جواب عن هذه الكلمة المنصوص عليها في القرآن سوى الدعاء أن من أضله الله تكون منه سابقة ذنب، ويكون هذا الإضلال جزاء من الله عليه. وهذا الجواب مع ما يأباه من نص القرآن العام لكل من يشاء الله ضلاله لا يتمشى في الذنب الأول الذي لم يسبقه ذنب آخر، لأن ذلك أيضا ضلال يلزم دخوله في قوله تعالى يضل من يشاء، ولا يكون له سبب غير مشيئة الله. هذا ما يرد على الخصم المجيب في الجملة الأولى، أعني يضل من يشاء. وفي الجملة الثانية القائلة بأن الله يهدي من يشاء، وفي آية أخرى والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط. يعني الآيات في القرآن الدالة على أن نسبة الهداية والضلال إلى الله كثيرة كثيرة جدا، وهي واضحة وصريحة في أن الأمر متعلق بالله سبحانه وتعالى وليس بالإنسان. هذه الآيات الشيخ بيقول على ظاهرها دون تأويل قاصمة لظهور المعتزلة، وقاصمة لظهور ابن رشد الذي يتأولها. فلو نظرنا إلى الجملتين بمنظار أنصار المعتزلة وقسنا معاملة الله بمعاملات الناس بعضهم بعضا لوجدنا تخصيص الهداية في الجملة الثانية لمن يشاء من الناس كتخصيص الإضلال الذي كتخصيص الإضلال الذي في الجملة الأولى لمن يشاء منهم جديرا بالاعتراض، ولكن الله لا يعترض عليه ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون، وهو آخر كلمة ينتهي إليها البحث والنقاش في هذا الموضوع. ومن حاول حل المعضلة من دون التجاء وانتهاء إليها فقد أتعب نفسه عبثا، ومن حاول تأويلها أيضا لإخراجها عن كونها آخر كلمة فقد أدخل نفسه في الذين لا يكادون يفقهون حديثا، بل عرضه لمصداق جملة الضلالة. سيورد بعد ذلك بعض الأقوال ابن الوزير اليماني في فهم هذه الكلمة، وطبعا زي ما قلنا ابن الوزير وغيره يسلك مسلك المعتزلة. نبدأ بهذا في المرة القادمة إن شاء الله تعالى، وصل اللهم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. طيب نكتفي بهذا اليوم، نلتقي في المرة القادمة إن شاء الله. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.